أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج صدى الأقلام، نرصد فيها أبرز ما كتبت الأقلام في الصحف العراقية والعربية والعالمية، ولكن بعد جولة في أهم العناوين. نقرأ في البصائر راتس ووتش تقول إن السلطات تستخدم القوة القاتلة ضد المتظاهرين العراقيين. أما في المدى فحقوق الإنسان تؤكد استشهاد 42 وإصابة 492 خلال الأيام الثلاثة الدامية. في الخليج تجدد التظاهرات وسلطات تقطع التيار الكهربائي عن ساحة التحرير في العراق. أما في القدس العربي فنقرأ عن محاولات حكومية لضرب سلمية التظاهرات وأوامر القبض تطال مندسين في بغداد. في البيان تنسيقية التظاهرات تحذر المنافذ والمطارات من السماح بدخول قاسم سليماني للعراق. وفي نيويورك تايمز إيران نقلت صواريخ باليستية قصيرة المدى سرا إلى العراق. وفي الشرق الأوسط سفينة أمريكية تضبط أجزاء صواريخ إيرانية كانت في طريقها لميليشيا الحوثي. أهلا بكم. قالت صحيفة التايمز البريطانية إن النظام في العراق أقرب إلى الانهيار الآن أكثر من أي وقت مضى منذ الغزو الفاشل الذي قادته الولايات المتحدة في عام 2003. وأوضحت الصحيفة في افتتاحيتها أنه بعد إجبار التظاهرات رئيس الوزراء عادل عبد المهدي على تقديم استقالته، فإن النخب السياسية لا تبدي أي رغبة في التنازل وتلبية مطالب المتظاهرين. وقد بدأت إيران السعي لملء ذلك الفراغ في الوقت الذي تبدو فيه قدرات الغرب للتأثير على الأحداث محدودة. الصحيفة ذكرت أن أزمة العراق تعكس فشل التسوية الدستورية التي تمت عقب الاحتلال الأمريكي، والتي قامت على تقسيم طائفي للسلطة كان الهدف منه إقامة استقرار في تلك البلاد. وأضافت الصحيفة أن تلك التسوية وبدلاً من المساعدة على الاستقرار رسخت أقدام نخب سياسية لم ينتج عنها إلا فساد منفلت شل اقتصاد تلك الدولة الغنية بمواردها، وأسفرت عنها بطالة واسعة وخدمة مدنية أقرب إلى الانهيار. لافتة إلى أن النخب السياسية لا تبدي أي رغبة في التنازل وتلبية مطالب المحتجين، والدليل على ذلك تصاعد لجوء الحكومة والميليشيات إلى زيادة عنفها ضد المتظاهرين العزل خلال اليومين الماضيين. وأشارت الصحيفة إلى أن ما سيحدث خلال اليومين المقبلين يعتمد غالباً على البرلمان العراقي، حيث لم يتبقى إلا أسبوعان لاختيار رئيس وزراء جديد. لافتة إلى أنه من الصعب التفاؤل بأن النظام السياسي العراقي المفكك والذي يعج بالكثير من سماسرة السلطة سينجح في اختيار قائد فعال وقادر على تلبية الطموحات الوطنية للمحتجين في الإصلاح الاقتصادي وإنهاء النفوذ الأجنبي، وأن ذلك يعني أنه ليس من المرجح أن ينتهي الاضطراب، الأمر الذي يزيد لجوء النخبة السياسية للنفوذ الإيراني وتوسيعه. وختمت الصحيفة البريطانية بأن ذلك سيكون هزيمة استراتيجية للغرب خاصة الولايات المتحدة، مضيفة أنه مع المزاج الوطني الطاغي في العراق حاليا فإن أي محاولات غربية علنية للتأثير على البرلمان العراقي في اختياره رئيس وزراء جديد ستكون لها نتائج عكسية. الآن إلى مقال آخر. يقول المراقبون أن الطغمة الحاكمة في العراق لن تتنازل بأي ثمن عن الحكم والمكاسب، وهذا ما يدركه العراقيون جميعا، لا سيما وأن الخطاب الطائفي الذي تقوم عليه العملية السياسية بتبن إيراني وتفويض أمريكي لا يزال حاضرا في المطبخ السياسي والمشهد الإعلامي رغم انكشاف جميع أوراقه وبيان حالته على حقيقتها. جهاد بشير يقول في صحيفة البصائر إن ذلك كله وعلى تعقيداته ليس بمبدأ غير قابل للنقد، فكلمة العراقيين السواء في ميادين ثورة تشرين
تشير إلى ذلك. بقاء الثورة واحتجاجاتها متقدة ومتجاوزة لكل رهانات الحكومة على انقضائها أو وهنها دليل ميداني وحي لحقيقة تضعها أحزاب العملية السياسية بعين الاعتبار التي تتيقن بها من أن قوة الجماهير سلاح ليس من السهل تجاوزه أو النأي عن ضرباته، لذلك فإنها ستسلك كل سبل الشيطان لتصد هجمة الثورة حتى لو تطلب الأمر التضحية برمز أو شاخص تزين للناس أنه ذو اعتبار وقدسية فتناله بقتل أو تفجير أو استهداف لإعادة الاصطفاف الطائفي مجدداً. ومن يطالع أحداث الأيام الأخيرة ويقرأ ما بين سطورها سواء في خطاب المرجعية أو حراك القوات الحكومية الميداني وما رافقه من جرائم بلغت مدياتها أسماع العالم كله، يصل إلى أطراف من الحقيقة التي قد تنتهي إلى أحداث مفتعلة ذات غايات ومقاصد مزدوجة إن لم تكن مسيرة وفق ما تريده طهران. الحديث الذي يدور في أوساط العملية السياسية مغاير تماماً لما ينادي بها الشعب العراقي، ومع بقاء مجلس النواب ورئيس الجمهورية على حالهما بمعية الأحزاب ونفوذها وميليشياتها تبقى المنظومة قائمة، فلا يكون للمتظاهرين بعد ذلك من خيار سوى الرضوخ إلى انتخابات مبكرة يراد لها أن تتحقق وتجرى لاعتبارات تتعلق بطبيعة العملية السياسية. الكاتب جهاد بشير يرى أن الوعي الذي غمر العراقيين في ثورة تشرين كفيل بأن يسقط هذه التصورات التي تلتحف بها حكومة الاحتلال السابعة، لأنها لن تحل من الأزمة شيئاً سوى تبادل المواقع والأدوار في قالب أعوج لا رجاء فيه لإصلاح، وتهدف إلى إسكات الشعب مجدداً ومصادرة رأيه ومطالبه الحقيقية بتغيير شكلي للحكومة، وهذا ما لا يقبل به أحرار لا تزال شوارع البلاد تصطبغ بدمائهم. لم تنتهي اللعبة بعد، يقول الكاتب، بل يمكن القول إنها بدأت الآن من جديد في فصولها الأكثر إثارة وأولى خيوطها السعي المحموم لسرقة الانتفاضة وتجييرها الوجوه السياسية نفسها التي لم تتفجر الانتفاضة إلا من أجل اجتثاثها. عبد اللطيف السعدون يرى في صحيفة العربي الجديد أن هناك من يدعو إلى لفت الانتباه إلى طروحات أقطاب العملية السياسية أما يرونه بعدما وصلت البلاد إلى هذا المنعطف الدموي الخطير الذي استنزف أكثر من 20,000 بين شهيد ومصاب ومغيب لا يعرف مصيره. هذا الاصطفاف الشرير المخادع في المعنى والمبنى يكشف عن مدى الرعب الكامن لدى أولئك الساسة الذين زرعهم بول بريمر حاكم العراق بعد الاحتلال، والذين حملوا راية الولاءات المتعددة لأكثر من دولة وجهة. أما الآخرون من السدنة الصغار فقد فضلوا الصمت والكلام الهامس وانتظار من سترجح كفته كي يحددوا موقع مرابط خيلهم. هكذا شرع هؤلاء في إعادة تموضعهم لتجنب وصول ألسنة لهب النيران إليهم وإلى ثرواتهم التي غنموها ولمواجهة التحديات التي تهدد الهيمنة الإيرانية على البلاد التي قصمت ظهرها ولم يجن العراقيون في ظلها سوى العلقم المر. ثمة من يدعو أيضاً إلى لفت الانتباه إلى ما يفعله الأمريكيون والإيرانيون في العراق، وهما الطرفان الراعيان للعملية السياسية الماثلة، حيث على السطح وتحته أيضاً ما يوحي بتزايد اهتمامهما لمعرفة ما ستؤول إليه الأحداث وضبط إيقاع ردود أفعالهما على وفق ذلك. لن يقبل الإيرانيون بإضعاف هيمنتهم على العراق، ولذلك سيفعلون ما بإمكانهم
فعله لإبقاء سيطرتهم حتى لو أدى ذلك إلى مزيد من جريان الدم، وليست لديهم مشكلة أبداً في أن تتحول أرض الرافدين إلى مقبرة جماعية كبيرة لشباب العراق وشاباته. ويشير عبد اللطيف السعدون إلى أن هذا كله يعني أن اللعبة لم تنتهي بعد، ويؤكد أنها لا تزال في بدايتها، وأن على شباب الانتفاضة وشيوخها الانتباه إلى ألاعيب الساسة في المنطقة الخضراء مرة ومرتين وثلاثا. الآن إلى مقال آخر. بعد تقرير ممثلة الأمم المتحدة في العراق هينس بالاسخارت في مجلس الأمن، خرجت القضية العراقية من نطاق سيطرة الحكومة العراقية التي أوغلت في دماء العراقيين. فاروق يوسف يرى في صحيفة العرب اللندنية أن تقرير بلاسخارت سيفتح تلك الآفاق في اتجاه تحولين خطيرين. الأول يتمثل في شعور المحتجين بأن صوتهم وصل إلى العالم، والثاني يكمن في الانكماش الذي ستشهده آلة القمع الحكومية التي صارت تحت النظر. إذا ما كانت بلاسخارت قد أشارت صراحة إلى أن الأزمة لا يمكن حلها بإجراءات ترقيعية مؤقتة، فإن تلك الإشارة تتوافق مع الرفض الشعبي للأشخاص الذين ترشحهم الأحزاب لرئاسة الحكومة بدلاً من عادل عبد المهدي الذي استقال بعد وقوع مجزرتين في النجف والناصرية. هناك جرائم ضد الإنسانية ارتكبت في العراق لن ينفع لمحوها حتى سقوط النظام برمته، وهو ما يفترض أن يكون سياسي الأحزاب الحاكمة على بينة منه بعد التقرير الأممي. حتى الماضي القريب كان هناك وهم استفاد منه السياسيون اسمه المرجعية الدينية، فقد لعبت تلك المؤسسة دوراً خطيراً في الالتفاف على الكثير من القضايا المهمة من خلال التحذير المبطن من أن يفقد الشيعة الحكم. الآن لم تعد تلك اللعبة تنطلي على أحد، فالمحتجون أداروا ظهورهم للمرجعية لا لأنهم لا يكنون لها احتراماً، بل لأنهم يحترمونها ويرغبون في ألا تدنس نفسها في العمل على إسناد الفاسدين. كما أن شيعية الحكم المطلقة صارت تشكل بالنسبة لهم واحدة من مخلفات الماضي بعد أن عثروا على الطريق التي تقودهم في اتجاه عراقيتهم، تلك صفة يمكنهم من خلالها أن يعثروا على وطنهم الضائع. يتابع فاروق يوسف قائلاً إن شباب انتفاضة تشرين قد عادوا إلى الثوابت الوطنية التي ظن الكثيرون أنها قد انمحت بشكل نهائي، وذلك هو مصدر قوتهم وهم يواجهون الرصاص الحية بصدور عارية. إلى مقال جديد. حمل تقرير ممثلة الأمم المتحدة هينس بالاسخارت أمام مجلس الأمن تفاصيل مهمة ومؤلمة تجعل منه وثيقة إدانة لحقبة سوداء يمر بها العراق منذ سنوات طويلة، لعل أبرزها كلامها عن الفساد الذي لا توجد نتائج ملموسة لمكافحته في العراق، وكذلك المكاتب الاقتصادية التي أثقلت المواطنين بأعباء مالية تذهب إلى جيوب ذوي النفوذ في ميليشيات تعمل تحت راية الحشد الشعبي. هذا ما أشار إليه فتح عبد السلام في مقاله المنشور بصحيفة الزمان. التقرير الذي قدمته ممثلة الأمم المتحدة في العراق هينس بلاسخارت أمام مجلس الأمن وصف بنسبة 90% حقيقة الخلل في البلاد المنكوبة، ولم يكن يحتاج أكثر من تسمية اللصوص والقتلة بالأسماء، وهم معروفون لجميع الشعب العراقي فرداً فرداً. نريد أن نسمع تعليق العالم المتحضر الذي احتفل وابتهج ذات يوم مضى بصناعة نظام سياسي جديد للعراق. كان العراقيون أنفسهم يتطلعون إلى تلك الصناعة في الأيام الأولى بوصفها الوصف المنقذ قبل أن تظهر النتائج في عمليات تشبه الانتقام مع سبق الإصرار من قبل الطاقم السياسي لكل عراقي
يبحث عن مستقبل نظيف وآمن لأطفاله ومستقبل لتنمية البلاد التي تعبت في عقود الحروب والحصار. وكان الأمل معقوداً على إعادة إعمار المصانع المتوقفة واستزراع الحقول المتروكة، فوجدنا العكس يحدث، وبروح من التشفي عبر مص دماء الناس من خلال نهب مشاريعهم الصحية والتنموية والاقتصادية، فصار المرادف لمعنى الوزير أو المحافظ هو اللص والمرتشي والفاسد، والمعنى المرادف للبرلماني هو المتستر بالشرعية لعقد الصفقات الدنيئة. وختم فاتح عبد السلام قاله بقوله إنه مهما تحدثت ممثلة الأمم المتحدة أمام العالم فإن الصورة لن تصل واضحة، وذلك لسبب بسيط هو أن العالم المتحضر من المستحيل عليه أن يصدق أن هناك دولة على سطح الكوكب فيها مثل هذا الفساد الموجود في العراق. الآن إلى المقال الأخير وجاء في مطلعه: من المؤكد أن المواجهة الفعلية والحقيقية مع النظام الإيراني هي المحتدمة الآن في العراق، وأن الذي يقود عمليات المواجهات الدامية مع الشبان والأطفال العراقيين هو الجنرال الإيراني قاسم سليماني. صالح القلاب يقول في صحيفة الشرق الأوسط إن أصحاب القرار في طهران وعلى رأسهم خامنئي قد قرروا بعد الانتفاضة الأخيرة أن ينقلوا المواجهة بكل ثقلها إلى العراق، على اعتبار أنه يشكل ساحة الصراع الرئيسة، وأن فقدان هذه الساحة يعني فقدان كل مناطق السيطرة الإيرانية في العالم العربي. المعروف أن المرشد علي خامنئي كان قد قال وبكل عنجهية وتفاخر إن إيران باتت تسيطر على 4 عواصم عربية، وهذا يعني أن كل هذه الحروب المحتدمة في هذه المنطقة هي من صنع إيران، وأن المواجهة بصورة عامة هي عربية إيرانية، ويقيناً أنه لا حياد في هذه المواجهة، وأنه لا يجوز أن يترك العراقيون يواجهون هذا التحدي المصيري وحدهم. لقد بات واضحاً أن العراق قد أصبح خندق المواجهة مع إيران خامنئي، وأنه عندما يرابط الجنرال قاسم سليماني بقواته ومعها بعض القوى الطائفية والمذهبية في الكثير من مناطق ما بين النهرين، فهذا يعني أن الشعب العراقي العظيم يخوض في حقيقة الأمر معركة مصيرية وقاسية، وأنه لا يجوز أن يترك وحده في هذه المواجهة. ولذلك فإن على العرب المعنيين أن لا يتركوا الشعب العراقي يخوض هذه المعركة التي هي معركة عربية ودفاع عن الأمة كلها وحده، فالعبء ثقيل بالفعل. إن على خامنئي ومعه جنرالاته وقادته وأيضا رموز بعض الفصائل العراقية الطائفية والمذهبية أن يعرف أنه إذا خسرت دولة الولي الفقيه العراق فإنها ستخسر كل ما كانت قد حققته من امتدادات في المنطقة العربية. وختم صالح القلب مقاله بقوله إنه لا بد من التأكيد على أن العراق الثائر والمنتفض هو الرقم الرئيس في هذه المعادلة الصعبة، وأن العراق هو ساحة الحسم الرئيسة، وأنه على العرب ألا يبقوا متفرجين على هذه المواجهة التي سيتوقف مصير هذه المنطقة على نتائجها القريبة والبعيدة. لم يكتفي المتظاهرون العراقيون أو من باتوا يعرفون بشباب ثورة تشرين، لم يكتفوا بالمظاهرات والهتافات للتعبير عن مطالبهم، بل عمدوا إلى اجتراح أكثر من طريقة لإيصال أفكارهم ومطالبهم إلى كل من يرغب أو لا يرغب في سماعها. وقالت صحيفة الشرق الأوسط إنه إلى جانب الأغاني الحماسية والمسرحيات والعروض السينمائية المتواصلة في ساحة التحرير الداعمة للتظاهرات والمحرضة على إدامتها، برزت رسوم الجرافيتي التي غطت جدران البنايات في ساحة التحرير ونفقها، كما في ساحات التظاهر في المدن المختلفة بعدها إحدى أدوات التعبير التي وثقت الحراك الاحتجاجي منذ الأيام الأولى لانطلاقه في مطلع تشرين الأول الماضي.
ويلاحظ أن عدداً غير قليل من الرسومات في نفق ساحة التحرير ركز على أعمال العنف التي طالت المتظاهرين بالرصاص الحي وقنابل الغاز المسيلة للدموع التي تسببت بمقتل كثير من المحتجين، وفي جانب منه ركز على توثيق الحروف الأولى من أسماء الضحايا وبطولاتهم. إلى الكاريكاتير الآن. فليحفظ الله أوطاننا من كل سوء. مشاهدينا، بهذا نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام كل ما لدينا في حلقة هذا اليوم من صدى الأقلام. طاب نهاركم وإلى اللقاء.